على شواطئ مدينة مرسى مطروح انطلقت مسابقة لصيد الأسماك للهواة، بيتم تنظيمها بمشاركة 13 فريق بينهم 4 فرق للسيدات. إجمالي المشاركين في المسابقة 78 لاعب ولاعبة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عنها مع الكابتن مصطفى العطريس منسق مسابقة صيد الأسماك للهواة، تعرف منه على تفاصيل أكتر. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني لو تقول لنا وتوضح لنا فكرة هذه المسابقة، يعني الفكرة اللي قامت عليها مسابقة صيد الأسماك للهواة. تمام. طبعا احنا مش أول مرة بنعمل المسابقة ده، هي يمكن دي المرة الثالثة على التوالي. طبعا تحت قيادة وأشراف السيد اللي هو خالد شعيب، اللي هو بيدعمنا دايما باستمرار يعني صراحة لتنشيط صيد السياحة في مطروح. اللي يختلف السنة دي بقى إن عدد الفرق زاد عن السنة اللي فاتت. عندك حضرتك السنة اللي فاتت احنا كان كل اللي اشتركوا 8 فرق، كان فيهم فريق واحد نسائي. السنة دي في إقبال جامد قوي يعني من السيدات ولا في المطلق؟ من السيدات والرجال، من الاثنين. عندك حضرتك السنة دي تقدم 4 فرق أنسات وسيدات أعمار مختلفة طبعا. يعني بدأ من 10 سنين لغاية 50 سنة. 10 سنين، طب ده سن صغير يعني. بس طبعا بيبقى ايه بوافقة ولي الأمر طبعا. يعني في مدرب موجود معاهم، مش أكيد أي حاجة. طبعا. وكان 9 فرق رجال و4 سيدات ونسات، يعني أعمار مختلفة كلها يعني. وكان في اكتر من كده كتير عايزين نقدمه، بس عدد المراكب عندنا محدود شويه. ما احنا بنزود بقى نسخه بعد نسخه، بنزود عدد المشاركين. ازاي بقى بيتم اختيار هؤلاء المشاركين؟ مش اختيار، هو يعني برغبتهم هم، لان عندنا الهوايه دي بس العدد زي ما حضرتك قلت ان العدد اللي بيبقى عايز يشترك في هذه المسابقه بيكون عدد كبير، فاحنا بنقتصر العدد على عدد معين في النهايه. ازاي بقى بنختار هذا العدد؟ بحد اقصى مش بنزود زياده عن اللزوم، يعني مثلا يعني اقصى حاجه مثلا في المشاركه بيبقى 15 فريق بنزود. تمام. هو يعني احنا حصرناها مثلا عشان قله المراكب كانت متوفره كتير. لان طبعا المركب اللي تشارك في المسابقه لازم ليها تجهيزات خاصه يعني وحاجات زي كده. مش اي مركب يعني. طيب يا فندم، هل كل المتسابقين والمتسابقات من محافظة مطروح ولا في مشاركين من محافظات أخرى؟ لا يعني هم مقيمين في مطروح، وفي ناس ولد من القاهرة امبارح في المسابقة. يعني في ناس شاركت في المسابقة من القاهرة امبارح. طيب طرق التقديم كانت إيه؟ وهل في شروط معينة للتقدم في المسابقة؟ لا مفيش أي شروط، المهم يكون ملم طبعا، عشان في بعض أسماك عندنا هنا هو تعتبر سامة يعني، فبيبقى على الدراية بالأنواع اللي هي يعني. عندنا 3 أنواع دول مش مدركين داخل المسابقة. عندنا سمكة اسمها القراد، وعندنا سمكة اسمها الأسد، وسمكة اسمها بلدم. دول خلاف يعني إيه خارج المسابقة بيبقى. طب كابتن مصطفى، عشان يكون في منافسة لازم يكون في أكيد تساوي في عدد الأفراد في كل فرقة. الفريق بيبقى الفريق بيتكون بحد أقصى 5 أفراد. 5 أفراد. نفترض إن الفريق مثلا 4 أفراد برغبتهم، بس ما يزيدش عن 5 أفراد. تمام. هل بقى بيكون في شرط مثلا ان كل فريق يكون فيه سيدة مثلا، يكون فيه طفل او كده ولا؟ لا مفيش شروط يعني. مفيش شروط هو. لا. طيب وفوز كل فريق يا فندم بيبقى متعلق بايه؟ يعني ايه شروط الفوز لكل فريق؟ هو طبعا الفريق شروط الفوز بيبقى وزن السمك اللي بيجيبه بيتوزن. في طبعا لجنة تحكيم مكونة من 5 أفراد بيوزنوا السمك بتاع الفريق كله، علاوة على أكبر سمكة دي برضه بتخش بيبقى لها جايزة منفردة. يعني لو فريق الوزن بتاعه ما كانش أكبر وزن بس قدر إن هو يصطاد أكبر سمكة، دي ليها جايزة تانية. دي بقى تبقى جايزة منفردة لشخص أكبر سمكة، إنما الفريق بقى بالوزن. وزي ما احنا قلنا طبعا اسماك معينه. ده رزق يا كابتن مصطفى. ده رزق في الاول وفي الاخر. يعني طبعًا. هم كده برضه هواه مش محترفين يعني. يعني وفي برضك لازم يكون ملم يعني بال طبعا. ايه انواع الاسماك اللي موجوده يا فندم؟ نعم فندم. ايه انواع الاسماك اللي بيصطادوها الموجوده عندكم في مرسى مطروح؟ لا انواع كتيره جدا يعني. في سمكه اسمها انش دي كبيره. شراغيش، مرجان، بربون، بغبغان،
لا انواع كتير جدا. طيب الجوائز عباره عن ايه بقى؟ عدد يعني الاسماك اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه؟ السام. طيب الجائزه بقى بتكون عباره عن ايه بالنسبه للفريق اللي فاز؟ يعني بتبقى حاجه خاصه بالصيد غالبا يعني. ادام ادوات صيد. يعبر لك ايه اللي هو ايه اكتر يعني. المسابقه بتستمر لمده كام يوم يا فندم؟ لا هي يوم واحد. هي يعني يوم واحد من كام يعني توقيتها قد ايه؟ من كام لكام؟ الساعه كام لساعه كام؟ من الساعه 7 صباحا لغايه الساعه 4:30 عصر. طيب اوكي. كابتن مصطفى حضرتك قلت انه المحافظ بيدعمكم، ايه شكل الدعم؟ لا حاجات كتير قوي يعني. زي ايه مثلا يا فندم؟ يعني بيوفر لنا طبعا مثلا في المسابقه في بيبقى الطبيب معانا عشان لا قدر حد تعب بتاع يعني اي طلب احنا بنطلبه من الاستاذ المحافظ بيقف معانا فيه. طيب هل بالفعل حصل اي موقف او حصل يعني اي موقف استدعى مثلا اسعافات اوليه او يعني اي موقف من الحوادث اللي ممكن تحصل في البحر؟ بيحصل. حصل امبارح مثلا في المسابقه ان في واحد تعب جاله دوار بحر. وده عادي بيبقى شيء وارد يعني بيبقى طبعًا. اول مره ينزل مثلا البحر بتاعه فحصل امبارح فعلا ان واحد تعب في لانش مخصوص الموضوع ده هو طلع جابه ورجع. عظيم جدا. طب السمك بيروح فين يا كابتن؟ السمك اللي بيصطادوه هم بياخدوه؟ المتسابقين بياخدوه. يعتبر برضه من الجوائز يعني. ده يعني كل واحد بياخد رزقه يعني اللي بيجي السمك بياخده. تمام يا كابتن، كل الشكر ليك كابتن مصطفى العتريس المشرف على مسابقه صيد الاسماك للهواه بمرسى مطروح، شكرا جزيلا ليك.